السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في المحاضرة الثالثة من شرح الـ IR، أو هي المحاضرة الثانية في شرح شيتات الـ IR، لكن هي تعتبر المحاضرة الثالثة في الترتيب بتاعنا في الشرح، لأن إحنا شرحنا أول محاضرة Introduction عن الـ IR وفكرة القياس وفكرة عمل، بعد كده فشرحنا فكرة عمل الجهاز، بعد كده النهاردة إن شاء الله في ثالث محاضرة لينا، أو هي تعتبر المحاضرة الثانية في شرح الشيتات وآلية حل الشيتات. هنتكلم النهاردة عن الـ IR سبيكترا بتاع الألكان والألكين، وهنبدأ نشوف شيتات فعلية، وهننتهي في الآخر بالأروماتيك والألكاين والألين. هندرس إن شاء الله شوية شيتات فعلية، ونشوف بقى شكل الشيت بيكون إزاي، إزاي بنفهم أو نقدر نفسر الشيت، تمام؟ والكلام ده هيكون بتطبيق على أمثلة عملية. يلا بينا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم، ونفهم واحدة واحدة إيه اللي عندنا النهاردة. بيقول لي إيه نوعية البيانات اللي أنا بحصل عليها من شيت الـ IR، تمام؟ بيقول لي ان البيانات اللي انا بحصل عليها من شيت الاي ار، يا اما طبعا قلنا عليها المره اللي فاتت، يا اما بحصل على بيانات عن نوع الفانكشنال جروب اللي عندي في المركب، وكمان النهارده هوريك ان احنا بنحصل على بعض الاستراكشرال انفورميشن. يعني مثلا في مركبات البنزين العطري، تمام، في البنزين رينج هنعرف منها السبستيتوانت ده اورثو او ميتا او بارا، كمان هنعرف هل هو الالكان اللي عندي ستريت تشين ولا برانشد، تمام، هنعرف موقع الدبل بوند لو عندي الكين، هنعرف موقع التريبل بوند لو عندي الكاين، هيبقى يعني برضو نقدر نستفيد بيه. بس احنا الجزء الاساسي بالنسبه لنا في الاي ار، بعرف مكان المجموعات الوظيفيه فانكشنال جروب اللي عندي، وهنحصل على بعض المجموعات الاستراكشرال انفورميشن، مش كلها، الاستراكشر كامله بتتفك بالان ام ار، ان شاء الله هنشرحها باذن الله في محاضرات قادمه، ولكن احنا برضو للتنويه هنا يعني. طيب تعالى كده نبدأ أول حاجة، أول شيتات هنبدأ نشوفها النهاردة. بيقول لي الـ IR سبيكترا بتاعة الألكان. الألكان من الواضح إن هو it does not have any functional group، طبعًا ما عندوش ولا أي functional group، ولذلك بيكون طيفه إلى حد ما بسيط، تمام، ولأن الطيف بسيط فبيكون حتى كمية الداتا اللي أنا أقدر أحصل عليها من الـ IR بتاعة الألكان، الـ IR سبيكترا بتاعة الألكان بتكون طيف بسيط، وكمان كمية الداتا اللي عندي والبيانات اللي انا اقدر اطلعها من الشيت بتكون بسيطة، لان هو كل اللي فيه كربون كربون بوند وكربون هيدروجين بوند، فمدانيش معلومات كتيرة. فبيقول لي تعالى كده نركز بقى، اولا لو جينا عند الكربون هيدروجين بوند، بيقول لي الكربون هيدروجين بوند احنا قلنا المرة اللي فاتت كنا جايبين شيت صغير كده اهو، تمام، ده يعني انك انت تغش منه كده على السريع. الكربون هيدروجين بوند بتبقى في حدود ال 3000، احنا حسبناها المرة اللي فاتت 3029، تمام. فقلنا بقى ان هو كمان الكربون هيدروجين بوند بتختلف على حسب التهجين بتاع الكربون اللي ماسكه في الهيدروجين. لو كانت اس بي في حدود 3300، اس بي 2 تبقى اللي هو 3100، اس بي 3 اللي هي احنا عارفينها اللي هي في الالكان هتكون في حدود ال 2900 رايح او جاي، تمام، وفي اللي هي بتاعه الالدهايد هتكون خطين مميزين 750 و2850 مع بعض، تمام. كمان السي اتش بتظهر حاجه اسمها البندنج، البندنج بيبقى في حدود من 1450 ل 1350 كده، يبقى انا هدور على خط في حدود ال 2900 عشان ده الكان، وهدور كمان على البندنج. تعالوا كده نشوف الكلام ده. بيقول لي والله السي اتش في الالكانز بتظهر، اسمع بقى الكلام، بيقول عليها جاست بيلو 3000. جاست بيلو 3000 ازاي؟ بيقول لي لو عندي ده خط 3000 في الشيت هنا اللي هو لحد 660، تمام، اهو على الشمال على ايدي اليمين، وعلى الشمال بيكون اللي هو مين؟ ال 4000، تمام، ادي ال 4000، وهنا ده خط ايه؟ ال 3000. بيقول لي الالكان بيظهر بيك هنا جاست بيلو، تحت خط ال 3000 بالظبط، ولذلك بتلاقي نهايه البيك لمسه خط ال 3000 ده، تمام، يبقى ده بيميز لي الالكان. طيب ايه اللي هياكد لي تاني ان عندي سي اتش ماسكه في اس بي 3 كربون يعني الكان؟ بيقول لي ان انا لو بصيت عند منطقه ال 1400 بلاقي بيك تانية ناتجه دي ستريتشنج، اللي هي ال 3000 دي ستريتشنج، انما التانية بيكه برضه للسي اتش ولكن دي بندنج، سواء بقى ان بلين او اوت بلين، الكلام ده كله والسيزرنج ومش عارف ايه الكلام ده اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت، ده كله هيظهر في حدود ال 1400. طب كويس، فاضل ايه في الالكان بقى كده؟ فاضل الكربون كربون بوند. بيقول لي الكربون كربون بوند طبعا دي رابطه احاديه ضعيفه، تمام، فبالتالي هلاقيها تكون في منطقه عند ترددات منخفضه جدا، يعني هلاقيها في حدود من 1300، تمام،
فوق او تحت يعني في الرينج ده. بس بيقول لي كمان في مشكله في الالكان، ان فرق السالبيه بين الاثنين كربون بيكون حتى لو كانوا التهجين بتاعهم يعني شويه او السبستيتوانت عليهم مختلف، فبيكون الرابطه دي مش قطبيه، وعشان هي البولاريتي بتاعتها ضعيفه فبيكون الامتصاص بتاعها ضعيف جدا ويكاد لا يلاحظ. غالبا في شيتات الالكانز ما بقدرش اشوف اللي هو الرابطه بتاعت الكربون كربون بوند. يبقى انا لو عندي شيت بتاع الكان ببص على مين؟ على عند ال 3000 وباصص، لو في خط تحت ال 3000 مباشره اقل من ال 3000 على طول، يبقى ده كده في عندي هيدروجن، دي كربون هيدروجن بوند بتاعت الاس بي سي كربون. وبعد كده ببص عند في حدود ال 1400، هي غالبا تبقى 1350 1400 يعني في الرينج ده، هيظهر عندي مين؟ البندنج، برضه هتبقى بيك واضحه وقويه. بعد كده هروح ادور على السي سي بوند في حدود ال 1300 لل 1400 في هذه المنطقه، هتلاقي ان في مشكله، ان يا اما تبقى الباند دي ضعيفه جدا في الشيت من فوق، او كمان غير ظاهره بالمره، لانه احنا قلنا المره اللي فاتت الاي ار سبيكترا بتظهر فقط لو كان الفايبريشن يغير في الدايبول مومنت بتاع المركب اللي عندي. يبقى بما ان الفايبريشن هنا ما غيرش في الدايبول مومنت، فده هياكد لي ان دي مش هتظهر، وحتى لو حسبتها بقانون هوب هتلاقيها برضو في رينج ال 1300 1250 في المنطقه دي على حسب نوعيه البوند. طيب تعالى كده، طبعا ده الشيت اللي قلت لك انت ايه كل شويه بص عليه اطبعه عندك، شوف اللي انت عايز تعمله. تمام، في اكتر من طريقه، وان شاء الله هسيب لك برضو يعني في اخر محاضره باذن الله ملف بي دي اف فيه شيتات كامله محلول، وفي منها مش محلول، في شيت محتاجه تتحل، في كمان ورق كده بسيط حاجه زي دي مثلا لو طبعتها تقدر تحل بيها شيتات الاي ار معظمها. وبعد كده هدي لك جداول ستاندر عالميه، ان هو كل مركب هتبص فين بالظبط هتعرف البيكات اللي فيه، يعني انت لو عندك امين كومباوند، لو عندك كحول، لو عندك كيتون، لو عندك ايه، يعني هسيب لك ورق هو جداول حوالي 10 صفحات، دي للناس اللي بتشتغل عملي، لو عندك شيت اي ار عمليا هقول لك فين بالظبط، ولكن الورقه دي برده كافيه جدا، الصفحه دي لو بصيت عليها هتقدر تفسر بيها غالبيه شيتات الاي ار باذن الله. تعال بقى نشوف اول شيت اي ار عندي. ده شيت مين؟ شيت الديكان. تمام؟ ده ماشي، ده شيت الديكان فيه 10 كربون، تشين ما فيهاش ولا اي فانكشنال جروب. ادي خط ال 3000 اللي قلنا عليه من بدري اهو، ادي خط ال 3000 عندي. تمام، جاست بيلو، قلنا ان السي اتش جاست بيلو ال 3000. تمام، تحت ال 3000 بالظبط تحتها على طول اهو، دي كده السي اتش 3. تمام، من الواضح ان السي اتش ستريتشنج ظاهر له خطين هنا. تمام، لان زي ما قلت لك الاستريتشنج خدناه المره اللي فاتت نوعين، في السيمتريك تمام، وفي اللي هو ايه الانتي سيمتريك او اللي هو غير المتماسك. تمام، هجيب لك فيديو دلوقتي يوضح لك ويفكرك تاني مره بانواع الفايبريشن المتاحه في الجزئين. تمام، قلنا في سيمتريك وانتي سيمتريك. الفايبريشن الانتي سيمتريك او اللي هو الغير متماسك ده هو اللي بيكون عند ويف نمبر اعلى شويه، والسيمتريك بيكون عند ويف نمبر اقل شويه. تمام، طيب تعالى كده نشوف برضو هنا في السي اتش 3 دي فورميشن او البندنج اللي احنا كنا بنقول عليه اهو في حدود ال 1400 ظاهر له خط هنا. طيب برضو الديفورميشن بيكون في منه السيمتريك والانتي سيمتريك، ده الانتي سيمتريك وده السيمتريك، وغالبا الانتي سيمتريك بيكون الانتنستي او شده البيك اقوى شويه. ظاهر هنا في اخر الشيت في منطقه مين؟ طبعا دي كلها منطقه الفينجر برينت، شايف انا معلم لك دي اهي، دي كده كلها الفينجر برينت ريجن. احنا هنا الفانكشنال جروب ما لقيناش ولا حاجه غير ان هو في سي اتش بوند. لما جينا هنا قلت لك في احيان كتير ممكن نعرف نطلع شويه معلومات من الفينجر برينت ريجن. تمام، في هنا عند خط ال 800 او مش ال 800 يعني تحت ال 800 ما بين ال 650 وال 800 يعني تقريبا في حدود 700 720 ظاهر لي بيكه كده واضحه ومكتوب جنبها روكينج. الروكينج ده بيظهر في السلاسل الالكان الطويله لونج تشين الكان، بتلاقي فيها روكينج، السلسله بيحصل فيها روكينج زي ما قلنا، دي من ضمن الحركات اللي بيعملها الجزيه اثناء عمليه البندنج. تمام، بس بتحتاج ان السلسله يكون فيها على الاقل 4 كربون او اكتر، عشان لو اقصر من كده مش هتعرف تعمل الروكينج اللي احنا بنقول عليه. طيب فاكر الحته دي؟ قلت لك هنا الريزوليوشن ضعيف مش قادر افسر بينهم. قلت لك المره اللي فاتت ان انا لو قست العينه بتاعتي في جهاز بيقيس بالبريزم، ارجع للمحاضره بتاعه الانسترومنتيشن،
قلت لك لو الجهاز بيقيس بريزم اهو، ده قايس بالبريزم، ده قايس بايه؟ بالبريزم سيستم اهو. طيب لما هو قاس بالبريزم سبكترومتر، ايه اللي طلع؟ طلع الريزوليوشن قليل. قلت لك لو عايز ريزوليوشن عالي بقيس بانه جهاز، ايوه الله ينور عليك، بالجريتنج، بقيس بالجريتنج سيستم. تعالى كده اجيب لك الحته دي متقاسه بالجريتنج اهو، ادي منطقه الجريتنج. شايف انت لما جينا نقيس بالجريتنج شايف الشيت شكله بقى منور تمام، انا ما كبرتش يعني، صدقني انا ما كبرتش الحته دي، الحته دي مهما كبرتها مش هتطلع بالريزوليوشن اللي انت شايفه تحت دي. انا جبت شيت نفس الشيت ونفس المركب بس متقاس بالجريتنج سيستم، بنظام الجريتنج تمام. لو عايز تعرف ايه جريتنج ارجع للمحاضره اللي شرحنا فيها الانسترومنتيشن، هتفهم الاساس والنظريه بتاعت الجهاز كامله تمام. لاحظ بقى هنا فرق الكواليتي، لاحظ جوده الشيت قد ايه. بص هنا بقى ابتدى يديني كميه كبيره من الداتا، بيقول لي ايه بقى؟ ادي سي اتش 3، وادي كمان منطقه للسي اتش 3، وادي منطقه للسي اتش 2، وادي منطقه للسي اتش 2. طبعا لان سلسله الالكان فيها اكتر من نوع من الكربون هيدروجين بوند، في الهيدروجين اللي ماسكه في التيرمينال سي اتش 3، وفي الهيدروجين اللي ماسكه في الكربونات اللي جوه الجزيء اللي هي مجموعات الميثيلين، مجموعات اللي هي السي اتش 2. كمان السي اتش 3 ليها سيمتريك وانتي سيمتريك، وكمان السي اتش 2 ليها سيمتريك وانتي سيمتريك، بس لو الجهاز الريزولوشن بتاعه قليل مش هنقدر نطلع الداتا دي كلها، ولكن لو عندي الجهاز كويس هقدر اطلع كميه الداتا دي. ادي السي اتش 3 طلع لها خطين سيمتريك وانتي سيمتريك، والسي اتش 2 سيمتريك وانتي سيمتريك، والسي اتش 3 بتمتص في تردد اعلى شويه او ويف نمبر اعلى شويه من اللي هو السي اتش 2. طبعا دول كده الداتا اللي عندي. كمان انا ممكن بمقارنه الطول بتاع السي اتش 2 والسي اتش 3 اعرف المركب ده ستريت تشين ولا برانشد. طبعا انا من الواضح ان السي اتش 2 اطول، فده بياكد لي ان المركب ده ما فيهوش مجموعات سي اتش 3 كتير، يبقى ده المركب ان هو كله سي اتش 2، يبقى ده ستريت تشين، المركب ده سلسله متصله او سلسله واحده، والدليل ان عدد مجموعات السي اتش 3 او التفرعات اللي فيه البرانشنج اللي فيها سي اتش 3 قليله، وده برضو اداني بعض الاستراكشرال انفورميشن بس انا ما اتاكدش الاستراكشر كامله. يبقى كده في الديكان اللي عندي اهو لقيت منطقه سي اتش، ولقيت كمان البندنج، ولقيت كمان الروكينج. تعالى كده اوريك فيديو يوضح لك انواع الحركات اللي موجوده في الجزيء. طبعا زي ما انت شايف، شايف مجموعه الحركات اللي بتعملها كل اتوم تمام معاها 2 هيدروجين. طب بص لو بقى الجزيء مركب كبير، فشايف انت الديكان بيعمل ايه؟ يعني ده كله بس للتوضيح، تتخيل كميه الحركات وكميه البيكس اللي هتظهر عندك. بعد ما اتفرجنا على الفيديو اللي فات تمام، وبصينا الالكان او التشين بتاعت الالكان ممكن تعمل ايه، بصينا ان كل سي اتش 2 بتروح او ترجع مع بعض ستريتشنج سواء سيمتريك او انتي سيمتريك، شفت البندنج، وشفت كمان الويجنج او الفيجنج اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت سواء كانت في الامبلين او اوت اوف بلين، والكلام ده كله، ده كله من ضمن حركات البندنج. تعالى بقى ندخل على اول مركب فيه يعتبر فانكشنال جروب، الالكين. ابتدينا كده بدل ما هي الكان وما فيهاش ولا اي مجموعه ابتدينا نحط لها دبل بوند، عايزين نشوف التأثير. يبقى هو بص مش موجود فيه غير دبل بوند تمام، سواء كانت دبل بوند واحدة أو اتنين، بس أهم حاجة يكونوا بعيد عن بعض، يعني ما بينهم على الأقل اتنين كربون، يعني دبل بوند وما بينها كربون وكربون، لو دبل بوند ما بينهم اتنين سنجل بوند فخلاص بقوا منفصلين عن بعض وما بيأثروش على بعض، وهنا هتتعامل معاهم كأن كل واحدة لوحدها، وهيطلع فيها الكلام اللي هنقوله عليه دلوقتي تمام. تعالى يا باشا نشوف. اول حاجه انا عندي نوعين من الكربون هيدروجين بوند، طبعا فيها جزء باقي التشين كله شبه الالكان، هتلاقي فيها الكربون اللي هي السي اتش بتاعه الالكان اللي هي تحت ال 3000، وهتلاقي فيها البندنج، وهتلاقي فيها الروكنج، هتلاقي فيها كل حاجه، ولكن احنا المره دي بندور بقى على الحاجه المميزه، ما كل مره هيظهر فيها يعني كل الشداد هيظهر فيها الحته بتاعه الالكان، ان فيها حته الالكان كل الاروماتيك كومباوند كربون هيدروجين بوند. طيب تعالى بقى نشوف ايه وضع الهيدروجين اللي ماسكه في الكربون الاس بي 2. لو بقى عندي تيرمينال الكين يبقى فيه سي اتش، بيقول لي زي ما كان الالكان خط ال 3000 هو الحد الفاصل، كان الالكان تحت ال 3000، يقول لي ايوه تمام، خط الالكين جاست اباف، فقط يعني بهمسه بهمسه بسيطه جدا فوق خط ال 3000، وبتلاقيه حرف البيك لامس خط ال 3000 من الجنب، يبقى ده خط ال 3000 اهو، وبلاقي ان الشيت اللي عندي فوق ال 3000 مباشرة، يبقى انا لو بصيت ولقيت بيكا فوق ال 3000 على طول اعرف ان عندك هيدروجين ماسكة في اس بي 2 كربون. طيب كويس جدا. ايه تاني المميز؟ زي ما هو كان الالكان
تحت ال 3000 وليه بيندنج. هنا كمان اللي هو الالكين بيظهر لي في حاجه اسمها او او بي اوت اوف بلين، اوت اوف بلين بيندنج. تمام. طيب اوت اوف بلين قلنا بيعمل تويستنج او ويجنج. طيب اسمع بقى، لاول مره هتقدر تميز بين الالكين. قلنا الالكين ممكن يكون سيس او ترانس، يعني يكونوا سيس او ترانس، ان هو يكون الجروبات اللي عليه في نفس الاتجاه هنا كده. طبعا هنا بنتكلم على البريوريتي، ادي جي وادي مثلا البي، ده سيس، او لو كانوا الدبل بوند وكان المجموعتين لبعض ترانس، فدي نقدر نميزهم بالاي ار. بيقول لي اه لو الجهاز الريزوليوشن بتاعه كويس هتقدر تميزهم. تمام. طيب تعالى كده اقول لك، بيقول لي بتبص في المنطقه انهي بقى بتاعه، برضو نفس المنطقه اللي بيحصل فيها روكينج، هتلاقي في المنطقه دي اللي هي عند اللو ويف نمبر، عند من 900 لحد 910، يعني في حدود من 900 ل 1000، من 900 ل 1000 هتبص في الحته دي. لو كان المركب اللي عندك الدبل بوند واخده الترانس، ان هو ترانس ايزومر شكل الترانس، فبتلاقي لها خط واحد وسترونج لاين عند منطقه في حدود ال 960 بالظبط، عند 965 هتلاقي في اول الشيت خط قوي جدا. طيب لو كان انا عندي اللي هو الدبل بوند واخده شكل السيس، فبتلاقي خطين، ركز معايا، يبقى لو ترانس هيبقى خط واحد، لكن لو دول سيس هتلاقي خطين واضحين جدا، خط في حدود ال 990 تحت ال 1000 مباشره، وخط في حدود ال 910، يعني هتلاقي خط قريب من ال 1000 وخط قريب من ال 900، ده ياكد لي ان المركب اللي عندي ده في شكل الترانس. طيب تمام، يبقى كده عرفت ان هو فوق ال 3000 على طول، يبقى دي الكربون هيدروجين بوند، بس الكربون هنا اس بي 2، وكمان ببص على الاو او بي عشان اعرف هي سيس ولا ترانس. طيب بالنسبه للدبل بوند، ما دي الجزء الاساسي، بيقول لي الدبل بوند هنا في ايه بتظهر، طبعا دي اقوى من السنجل بوند، تمام، فالكي بتاعتها بتبقى اعلى، ماشي، وبالتالي انا بتوقع انها هتمتص عند ويف نمبر اعلى. قال لي ايوه، الكربون دبل بوند اللي هي الكربون كربون بس تبقى دبل بوند، تمتص في حدود من 1680 ل 1620، ولكن برضو نفس العيب الاساسي اللي فيها ويك باند، لان زي ما قلت لك فرق السلبيه مش موجود، وكمان الرابطه دي مش قطبيه، نان بولار بوند، فبالتالي البولاريتي بتاعتها القليله بتخلي ان الاي ار حتى لو امتصتها ما بتغيرش في البولاريتي جامد، ونتيجه للكلام ده بيكون الامتصاص بتاعها ضعيف. بس واحد لو فاكر ومذاكر صح وقرا المحاضرات اللي فاتت كويس هيقول لي ثانيه، ما انت جيت لي في نفس المنطقه اللي بيمتص فيها او قريب منها الكربونيل، قلنا لك الكربونيل لو كان عندنا امايد بيمتص في حدود ال 1680. تمام كده انت سالت السؤال الصح، ابتديت تسال الاسئله الصح. بمعنى انا لو عندي كربونيل وعندي مركب فيه كمان دبل بوند، انا هميز ازاي الكربونيل ان دي لمجموعه الكربونيل اللي هي سي دبل بوند او، ودي ناتجه عن الدبل بوند؟ بيقول لي من الانتنستي الكربون كربون دبل بوند، طبعا دايما بتمتص عند تردد اقل، الاهم ان هي بتمتص امتصاص ضعيف، طول الخط مش مكمل لاخر الشيت لتحت زي الكربونيل، الكربونيل ظاهره جدا وواضحه بشكل رهيب، لكن دي لا بتكون يعني يدوب جايبه تلت الشيت من فوق، ده في احسن الاحوال، وفي بعض الاحيان لو بقت سيمتريك بتختفي خالص. تمام، يبقى دي اهم حاجه تبقى واخد بالك منها، عمرك ما تغلط وتقول لي ان دي كربونيل ولا دبل بوند، لا ده هم بيبقوا واضحين جدا، وهنبص دلوقتي على شيت فيه دبل بوند واكد لك الحته دي. بص بقى، ده خط ال 3000، قلت لك ده اول خط هيبقى حدود بالنسبه لنا، تحت ال 3000 ده مين؟ ده اللي هو الكربونات بتاعه الالكان بقيه السلسله. طيب وفوق ال 3000 على طول ده اللي هو الكربون هيدروجين بوند بتاعه الكربونه اللي بتبقى اس بي 2، ده ستريتشنج، طبعا هتلاقي سيمتريك وان سيمتريك بس زي ما قلت لك عشان الجهاز والريزوليوشن مابقاش ظاهر. طيب تعالى بقى عند ال 1600 لل 1680 اهو، دي مين؟ دي هي السي دبل بوند سي. طيب كويس جدا، تعالى كده نروح في سي اتش 3 دي فورميشن بتاعت الالكان اللي قلناها من بدري في حدود ال 1400، كمان في بقى ان بلين واوت اوف بلين، كمان في دي فورميشن انتي سيمتريك. خد بالك الحته اللي من تحت ال 1600 بيبدا يكتر فيها البيكات، وده بيخليك مش قادر تفسر كل حاجه، يبقى انت مهتم بس بالمنطقه اللي هي الفانكشنال جروب، دول بياكدوا بيكونفيرم زي ما قلت لك، دي كانت بقيه سلسله الالكان كانت بتعمل روكينج من بدري، ف
هنا في سلسلة أركان برضو هتعمل روكينج. الحاجة التانية بقى في الأو أو بي، تمام، عشان نعرف ده سيس ولا ترانس. قلت لك الترانس بيدي خط واحد أو أو بي، تمام، لكن السيس بيديني خطين، فده بيأكد لي إن المركب اللي عندي ده 1990 أهو، واحد عند 910 في المنطقة تقريبا، وده بيأكد لي إن الألكين اللي عندي سيس أيزومر، تمام. طيب تعال بقى نبص هنا بالراحة، ركز معايا في الحتة دي أهي، تمام، همسح لك الباقي كله عشان ما تهش مني، ركز معايا عشان الحتة دي مهمة قوي. في بعض الشتات تلاقي بيك مهما عملت مش عارف تفسر، مش لاقي لها حد، وخصوصا انها فين؟ في الفانكشنال جروب ريجن. تلاقي بيك في منطقه الفانكشنال جروب اهو فوق ال 1600 اهي البيكه دي، وانت مش عارف تفسرها. ايه دي؟ بيقول لي مكتوب عليها 912 اوفرتون. فاكر لما قلت لك ان هو انت بتشوف بس اول اكسايتد ستيت اللي هو نيو بار واحد للبوند، بس عمرك ما بتشوف او نادرا لما بتشوف تردد او التوافق الثاني بتاعها، ان هو بيحصل ابزوربشن بس بيحصل عند مره عند الطول الموجي بتاعها بس، العدد الموجي او الويف نمبر بتاعها بس، ومره بيكون عند 2 في العدد الموجي، عند 2 في العدد الموجي او 3 في الويف نمبر الرئيسي بتاعها او 2، ده بيسموه اوفرتون، ده الفيرست اوفرتون. طيب الاوفرتون ده ظهر لمين؟ كاتب لي ان هو 912 اوفرتون. تعال نشوف ايه 912. 912 ده يا باشا عشان دي سترونج بيك، ف نظر لامتصاصها القوي جدا، فالاوفرتون بيكون بتاعها الى حد ما واضح، بس طبعا دايما الاوفرتون بيكون ضعيف، انت شايف قد ايه، وغالبا لا يلاحظ. ده الاوفرتون بتاع 912. اضرب 912 في 2، 912 في 2 بكام؟ ب 1824. انزل كده وشوف الشيت هيبقى ايه. ده خط ال 1800 وده بعد ال 1800 عند ال 1824 بالملي، ده اوفرتون. طبعا لو انت اول مره تشوف شيت اي ار مش صعب جدا تشوف اللي هو الاوفرتون ده او تاخد بالك منه، ولكن ساعات بيبقى الطالب قاعد يعني يعصر في دماغه على اخر ما عنده ان هو عايز يعرف ايه دي. لا انت مش مجبر تفسر كل حاجه. الاوفرتون على فكره ناس كتير بتوه وما بتعرفش تفسر حته الاوفرتون. الاوفرتون بيبقى موجود في منطقتين غالبا، المنطقه دي والمنطقه دي، بس هنا بيبقى في ساعات لو المركب عندك فيه ميه او في امين جروب بتبقى مختفيه، المنطقتين دول اللي بيظهر فيهم الاوفرتون. والميزه اللي بيظهر في ترددات عاليه، يعني بيظهر ما بين 3000 لحد الخمس، يعني من 4000 ل 5000، وبيظهر في حدود ال 2000، يعني من 1800 لل 2000 الحته دي برضو بيظهر فيها اوفرتون. فده بيخليك انك انت قاعد تشد في شعرك، والله لو مش عارف تفسرها ما تفسرهاش، ما تفسرهاش خالص. يعني انت مش مجبر، انت مجبر تفسر البيكات الرئيسيه، تمام. بيقول لي كمان خلي بالك، لو انا زي ما قلت لك ضعف الامتصاص بتاع السي دبل بوند سي كان ناتج من ايه؟ من ضعف البولاريتي، او ان الدايبول مومنت بتاعها ما بيتغيرش بالدرجه اللي فيها، يعني الدرجه الواضحه اللي تخليه يدي امتصاص طويل. فانا لو وصلت بولار جروب او خليت عملت سبستيتيوشن لواحده من الهيدروجن بتاعه الالكين بمجموعات بولار جروب زي هالوجين او حاجه، هيبقى يحصل كمان شيفتنج في الويف نمبر، طبعا غيرت في قوه البوند، وكمان الانتنستي بتاعه الامتصاص، قوة الامتصاص هتزيد، تمام؟ ده كده من ضمن الحاجات. الحاجات التانية بيقول لي إن أنا لو كانت الدبل بوند اكزوسايكليك، يعني الدبل بوند خارجة من حلقة، هوريك الكلام ده دلوقتي، تمام؟ في الشيت اللي بعده هوريك إزاي. لو الدبل بوند أنت عندك حلقة، تمام؟ تعال نرسم في أي مكان هنا مثلا. لو عندك حلقة، أي مكان شكل الحلقة. أهو. الدبل بوند لو هي اكزوسايكليك هنا كده، بيقول لي ان الامتصاص بتاع الدبل بوند دي بيتاثر بحجم الحلقه. ايه ده بقى؟ لا هي دي واضحه جدا، بيقول لي هو وجد عمليا ان كل ما حجم الحلقه صغر فبيكون البوند بتكون فيها سترين عالي، وبالتالي بيخلي كمان الرابطه مشدوده اكتر، الرابطه بتاعه الدبل بوند، وده بيخليها تمتص عند ويف نمبر اعلى. كمان لو كانت الدبل بوند 100% سيمتريك، خصوصا هتركز في السيمتري في الدبل بوند في مين؟ في الترانس ايزومر. لو عندك ترانس ايزومر والمجموعه اللي هنا زي المجموعه اللي هنا دي كده سيمتريك، وده مش هيتغير فيها في البولاريتي حاجه، والنتيجه ان دي مش هيظهر لها امتصاص خالص في الاي ار، هتلاقي ان عندك الكين وانت غير قادر على رصد
اي امتصاص لمنطقه الامتصاص بتاعه الدبل بوند. هوريك دلوقتي مثال واضح للحته دي. بيقول لي ان انا عندي الترانس زي ما قلنا ترانس 1 2 داي كلورو ايثيلين، ده ترانس ايزومر وده كومبليتلي سيمتريك، يعني ده ليه خط سيمتري واضح جدا هنا وده كمان خط سيمتري واضح جدا هنا، المركب ده بالكامل سيمتريك، وده السبب ان البولاريتي بتاعه البوند دي حتى لما بتمتص الاي ار ما بتتغيرش، والبوند دي لا يظهر لها اي امتصاص، ما عندهاش اي ستريتشنج للدبل بوند. هتبص عند منطقه ال 1600 مش هتلاقي اي حاجه خالص عشان دي ما فيش تشينج في الدايبول مومنت. نفس الكلام في هيوماريك اسيد، هيوماريك اسيد برضو نفس الكلام بس بدل الكلورايد انا حاطط مجموعه كربوكسيل برضو سيمتريك وده ترانس وده بيكون برضو السيمترية بتخلي ان مفيش تغير في الدايبول مومنت، والنتيجة ان المركب ما بيظهرلوش للبوند دي، مش للمركب ككل، للبوند دي بس ما بيظهرلوش امتصاص عندها مع ان هو فيه دابل بوند. تمام. طيب لو عندي مركب فيه دابل بوند ما بيظهرش امتصاص للاي ار وعايز اشوفه بيمتص في الاي ار فين، بيقول لي في طريقة تانية للقياس واقيس بيها طيف الاي ار بس بطريقة غير مباشرة، حاجة اسمها الرامان سبكتروسكوبي او الرامان سبيكترم. باذن الله برضو بعد ما اخلص في الاخر خالص هعمل محاضره كده طويله شويه، يعني في حدود ساعه ساعه ونص، بتتكلم على الرامان سبيكترا، ويعني الرامان سبيكترا دي من الحاجات الكويسه جدا وتعتبر من الحاجات الادفانسد قوي، والعلم تقريبا معظم الناس شغاله عليها دلوقتي لان فيها مميزات شويه عن الاي ار، ولكن احنا الاجهزه اللي في حدود قدرتنا دلوقتي والمتوفره في مصر كتير قوي في الوطن العربي معظمه هي اجهزه الاي ار العاديه. تمام. تعال نشوف برضو تأثير الحلقة لو كانت الدبل بوند اكزو سايكليك، يعني خارجة من حلقة جنب منها، جنب من الدبل بوند او جنب من الكربونة، هي عبارة عن كمالة حلقة اللي هو مكونها الدبل بوند. بيقول لي كل ما حجم الحلقة صغر فالشد والسترين بيكون زايد جوه، هنا الزوايا دي مثلا 60 دي 90 وهكذا، فده بيؤدي انه بيبقى الدبل بوند دي مشدودة اكتر وده بيخليها تمتص عند تردد اعلى. دي مثلا عند 1650 1657 1678 و1700، يعني من 1600 وصلت 1700 بالدبل بوند العاديه بدات تدخل في منطقه الكربونيل. طبعا هنفرق ما بينهم على حسب ايه قوه الامتصاص قد ايه، ولكن دي بيحصل شيفت للمنطقه اللي بيحصل فيها امتصاص لهاير ويف نمبر، ده تاثير الاكزو سايكليك دبل بوند وتاثرها بحجم الحلقه. طيب حاجه ثانيه، تعال نشوف تأثير الكونجوجيشن. طيب الدبل بوند في مركبات بيقول لك ايزوليتد دبل بوند، كونجوجيتد دبل بوند او كوميوليتد دبل بوند. بيقول لي لو الدبل بوند اتكونت وعندي، ثانيه هرسمها لك بطريقه اسهل شويه، انا لو عندي مركب عامل زجزاج كده تمام، وعندي دبل بوند هنا وعندي دبل بوند هنا، هيظهر الامتصاص لدي لوحده كل حاجتها ودي لوحدها لان فاصل ما بينهم مسافه كبيره جدا، فده ما بيأثروش على بعض ولا ليهم اي علاقه ببعض، وده بيقولوا عليه الايزوليتد دبل بوند. طيب لو كان عندي مركب بنفس الطريقه الثانيه، هنرسم الزجزاج ثاني تمام، وعندي دبل بوند هنا وثابت سنجل وعامل الدبل بوند هنا وعامل كمان دبل بوند هنا، يبقى الكونجوجيتد دبل بوند هو عباره عن مركب فيه الروابط الثنائيه او الدبل بوند بالتبادل، دبل سنجل دبل سنجل، حتى لو اثنين مع بعض هيأثروا على بعض. فبيقول لي ايه اللي بيحصل لما بيبقى اثنين دبل بوند قريبين من بعض ما بينهم مسافه بس واحده سنجل بوند، بيحصل ريزونانس. تمام. والريزونانس ده بينتج عنه ان ايه اللي يحصل، ان الدبل بوند دي، تعالى كده اوضحها لك بس دلوقتي عشان ما تخش مني برضو، ان انا الدبل بوند دي اهي بتقضي بعض الوقت في صورة سنجل بوند، وبرضه نفس الكلام على الأخيرة بتقضي بعض الوقت في صورة سنجل بوند. معنى إن الدبل بوند قضت ولو يعني ما يجيش 10% من الوقت في صورة سنجل بوند، معنى كده إن هي عندها سنجل بوند كاركتر، معنى كده إن هي أضعف من الدبل بوند العادية زي اللي في الإيسيلين، ونتيجة لذلك طول البوند دي هيطول. تمام. الريزونانس بينتج عنه استطالة في الروابط، واستطالة الروابط ده بيضعف الرابطة وبيضعف قيمة الكي في قانون هوكس، هوكس لو بيضعف لي الفورس كونستانت، ونتيجة لده بلاقي ان الدبل بوند دي بتمتص عند ويف نمبر اقل، يعني لو جيت الايسيلين بلاقيه بيمتص
مثلا في حدود 1680 ولا حاجه، هلاقي او 1650، هلاقي ان ده بيمتص اقل منه ايا ما كان الرقم، هلاقي ان المركب ده بيظهر امتصاص للدبل بوند اقل منه. ده نتيجه لايه؟ ده نتيجه لتاثير الريزونانس. تمام؟ طيب بس بيقول لي خد بالك من حاجه، ما هو الريزونانس برضو عمل ايه؟ خلق بولاريتي، خلق جنب سالب، خلق جنب موجب، كمان عدد المجموعات اللي بتمتص هنا اكتر، ونتيجه للكلام ده بيكون ان قوه الامتصاص بتاعه الكونجكشن، انا ما بتكلمش على المكان، ركز معايا، انا لو بتكلم على المكان هتكلم على الويف نمبر، انا بتكلم على قوه وارتفاع وطول البيك، قوه الامتصاص بتاعه البيتا داين بتكون اعلى من قوه الامتصاص بتاعه الايسيلين. ده عنده مجموعتين بيمتصوا، وكمان الريزونانس بيولد سيباريشن للتشارج، فبيبقى فيه بولاريتي اعلى عن الايسيلين، وده اللي بيخلي قوه الامتصاص اعلى، ولكن الايسيلين بيمتص عند ويف نمبر اعلى. ركز معايا قوي في الحته دي، في فرق بين اقول لك ده بيمتص عند ويف نمبر عالي ولا قليل، وبين ده امتصاصه قوي ولا ضعيف. امتصاصه قوي ولا ضعيف ده انا عايز اركز على حته ايه؟ عايز اركز على حته هو البيك ارتفاعها قد ايه؟ ده معناه قوه الامتصاص. لكن انا لو عايز اقول لك هقول لك لا، فين بيمتص، فين بيمتص عند انهي منطقه؟ ده بيعتمد على فكره الويف نمبر. يبقى دي فكره الكونجيجيشن. تمام؟ تعال بقى ندخل على النوع اللي بعده من المركبات اللي هم الالكاين. بيقول لي والله الالكاينز نفس الكلام اللي قلناه في الالكين، ولكن هنا هم فيهم الفانكشنال جروب بالنسبه لي مين؟ تريبل بوند، سي تريبل بوند. طب تمام، يبقى هي ما فيهاش غير التريبل بوند كفانكشنال جروب. طيب اول حاجه انا عندي دي اس بي تو، الدي اس بي كربون، دي اس بي كربون. طيب الاس بي كربون لما تبقى ماسكه في هيدروجين، احنا خلي بالك كنا واخدين الاس بي 3 تمام، وخدنا الاس بي 2 كربون، وقلنا كل واحده منهم ماسكه في هيدروجين. قلنا الاس بي 3 لما تبقى ماسكه في هيدروجين في الالكان قلنا دي جاست بيلو ال 3000، ولما كانت اس بي 2 ماسكه اللي هي الكربون اس بي 2 ماسكه في هيدروجين قلنا جاست ابوف ال 3000. فمتوقع كل ما نسبه الاس او البي بتقل والاس بتزيد، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ ان هو الويف نمبر كمان بيزيد، يعني مع الاس كاركتر كل ما تزيد في الاوربيتال الويف نمبر بيزيد، عشان اللي هو الالكترونيجاتيفيتي بتزيد. طيب تعالى ركز معايا، بيقول لي ان اللي هي الاسيتيلينك بوند دي الكربون هيدروجين بوند اللي هي بتاعت الاسيتيلينك هيدروجين بتديني شارب باند في منطقه في حدود ال 3320 ستريتشنج. تمام، يبقى كده بتديني خط قوي وشارب وكمان رفيع مش برود. تمام، طيب عندي التريبل بوند بقى هنا، تعال نقف شويه، دي برضو كربون كربون كربون، يعني دي كربون كربون بوند بس تريبل. تمام، دي تريبل بوند، ايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل ان هي قوه الرابطه دي اعلى، والنتيجه لده هتمتص عند ويف نمبر اعلى. يعني كنا بنمتص في الالكين السي دبل بوند سي في حدود 1600 وشويه، لا هنا هتمتص في حدود من 2250 لحد تقريبا 2100، تمام 2260، يعني عادي في يعني درجه من التغير. تمام، ده كده بياكد لي الامتصاص بتاع التريبل بوند. والمنطقه من اهم مميزات الالكين ان المنطقه اللي بيمتص فيها دي ولا في اي مجموعه ثانيه اللهم الا السي تريبل بوند ان هي اللي بتمتص في نفس المنطقه، ودي بتكون مميزه جدا في المركب حتى وان كان الامتصاص ضعيف. برضو اكد لك على حته الامتصاص الضعيف، بسبب ايه الامتصاص الضعيف؟ ان برضو فرق السالبيه، وبعد ما بيحصل له فايبريشن مفيش تشنج قوي في الدايبول مومنت، فبيكون المركب برضو عادي. طيب انا عندي الكين، بقيه السلسله ايه؟ شبه الالكان عادي، هيظهر برضو بقيه البيكات بتاعت الالكان اللي هي تحت ال 3000 وعند ال 1400، وكمان لو التشين طويله هيظهر لي في حدود ال 900 روكينج. تمام، انا ما ببصش على حاجه واحده، انا الجهاز ما بيقيسليش ويقول لي ده في تريبل بوند، هيقيس لك تريبل بوند لوحدها، الجهاز بيقيس كله، بس انت لازم تبقى عينك الاول تخش على الحاجات المميزه المركبه. تمام، دي اهم حاجه عايز تاخد بالك منها. حاجه تانية في الالكين، بيقول لي الالكين لو كان هو في نص سلسله هنا مش متصل بيه هيدروجين، فبالتالي البيك دي مش هتشوفها. تمام، يبقى مفيش كربون هيدروجين بوند اللي هي بتاعه الاس بي، وبالتالي هيبقى المركب فيه دبل تريبل بوند، ولكن انت مش شايف المنطقه دي مش واضحه، لان هي ما فيهاش كربون هيدروجين بوند، لان ده في نص المركب في كربون من هنا وكربون من هنا.
اسمع بقى الكبيرة، لو هي كمان فيها جروبات متشابهة الامتصاص بتاعها بيكون ضعيف وساعات بيختفي. ولذلك انت لو عندك الكين بيقول عليه انترنال، ان هي تبقاش تيرمينال الكين، تعالى كده اقول لك عليها بالتفصيل. لو جينا عند ادي الالكايل، قلنا لو دي تيرمينال دي بتظهر بس في المركبات اللي فيها التيرمينال تريبل بوند، دي بتبقى اخر كربون فدي بتبقى في الجنب لوحدها، تمام. طيب قلنا في منطقه كام؟ ال 3 320 زياده واقل. طيب تمام، يعني في حدود ال 3 300 3300. بيقول لي المنطقه دي بتمتص فيها الاو اتش والان اتش 2. طب هتلخبطني ليه معاك؟ انت بتقول لي انا سهل اميزها، ما انا بقول لك عمرك ما هتقدر تخلط ما بينهم، لان الاو اتش والان اتش 2 عشان بيعملوا هيدروجين بوند فبيدوا لي فيري برود باند. بتلاقي الاو اتش بدء مثلا من 3500 وتوصل في ساعات لحد 2500، فيري برود بيك. الامين بتظهر بسنتين صغيرين كده وواضحه بس برضه برود بيك، لكن الالكاين ده بيديني شارب ابزوربشن، الامتصاص بتاعها بيكون شارب جدا، وده اللي بياكد لي انك انت برضه مش هتبقى كونفيوزد بالتانيين، تمام. وبرضه هشرح لك المحاضره الجايه باذن الله الكحولات شكليه عشان برضه ما تتلخبطش في الحته دي. التريبل بوند بقى خد بالك، لو كان المركب تيرمينال بتكون واضحه وامتصاص حاد وواضح جدا، ولكن بتكون ضعيفه او غير ظاهره بالمره لو كانت هي في نص المركب. لو هي سي تريبل بوند اهو، وادي سي وجنبي من هنا ومن هنا كربون، فبالتالي البيك دي ما ظهرتش، وكمان دي مش هتظهر لان فرق البولاريتي هيكون ضعيف او هيكون امتصاصها ضعيف جدا فمش هتظهر. وده اللي بيجيب لي الحته الثانيه نوته تبقى واخد بالك منها على طول، انه يصعب التعرف بالاي ار على النون تيرمينال الكاين. النون تيرمينال الكاين بيكون التعرف عليها بالاي ار صعب لاني مش ظاهر، هتبان لي بالان ام ار او باي وسيله ثانيه ولكن مش هتظهر عندي هنا في الاي ار مباشره، تمام. تعال بقى نبص على شيتات، احنا قلنا ايه بنشرح الحاجه بنبص على الشيتات. تعال اوريك الشيت اهو، دي منطقه ال 3300 او 3250 يعني في هذه المنطقه، بلاقي ده خط ال 3000 اهو. طبعا الشيت ده بس انا جايبه للتوضيح يعني كده، ده 3300 ده بتاع مين؟ الاس بي كربون ماسكه في الهيدروجين اهي، دي الامتصاص بتاعها. عند في حدود ال 2100 2200 تطلع او تنزل في الرينج ده، دي مين؟ التريبل بوند بتاعه الكربون. بقيت بقى الحاجات اللي هي تحت ال 1600 هنا، ده كل ده فينجر برينت ريجن، تمام. يبقى انت مش هتشغل بالك بيه، انت هتبص بس على الكربون هيدروجين اللي هي الاستيلينك هيدروجين، الكربون بتاعه الكربونه اللي ماسكه في الهيدروجين، بس الكربون الاس بي هتظهر في حدود 3300 والتريبل بوند هتظهر في حدود 2200 اقل او زياده 50 او اكتر 50، يعني تبقى 2200 زود 50 او اقل 50، ده 2200 زود 100 وقلل 100، يعني عد 2300 وتحت لحد 2100 معاك في الحركه دي. كمان الامتصاص بيتاثر بالتفرعات، لو كان هي ماسكه في مجموعه من هنا فدي هتديها شويه الكترونات، لو كانت الكاي فهتضعف الرابطه دي شويه فهتمتص عند ويف نمبر مثلا في حدود 2100، غير لو كانت ما فيهاش اي الكاي جروب هتمتص في حدود 2300 2250، تمام. تعال نبص على شيت اوضح شويه، ده فينايل استيلين. فينايل استيلين ده عباره عن ايه؟ حلقه بنزين، ادي الفينايل، ما تشغلش بالك بحلقه البنزين بالمره، وادي مجموعه الاستيلين اهو، وادي الاتش. اول حته هنبص عليها مين؟ دي هتبان فين؟ في حدود 3300 اهو، دي منطقه ال 3300 بالظبط، تمام. يبقى دي السي اتش بتاعه الاستيلين. الحاجه الثانيه في حدود ال 2100 او 2200 هبص اهو، ظاهر هنا في حدود ال 2100 بالظبط، تمام. معلش هو الخط بس ميل مني، ده اهو في حدود ال 2100، بس ركز معايا هي شارب ولكن ويك، شايف اخر البيك فين؟ ضعيفه، تمام. ليه بقى؟ لان هي بس فيها جنب واحد اللي فري والجنب الثاني ماسك فيه الفينايل رينج، وزي ما قلت لك كل ما بيمسك فيها اي تفرعات او اي حاجه خليها تمتص عند ويف نمبر اقل، وكمان الامتصاص بتاعها بيكون ضعيف. بقيه الحاجات مش مطالب بيها دلوقتي لحد ما هشرح لك الامتصاص بتاع الاروماتيك كومباوند، لما اشرح لك امتصاص الاروماتيك كومباوند هكلمك على الحته دي. زي ما قلت لك من بدري، تعال بقى نبص على الالينز. الالين قلنا هي مركبات
بيبقى فيها الدبل بوند مش بينهم مسافه، مش مدي لنفسه فرصه. ده كده دبل في دبل في دبل، دي بيسموهم الالينز، والالين دي قلنا احنا اللي هو نوع من الضاين، داي يعني اثنين وين، ان هو فيه دبل بوند، مركبات فيها اكتر من دبل بوند مع بعض. قلنا في منهم الايزوليت اللي هم بعيد خالص عن بعض، وقلنا عايز كونجيجيتد من بدري، ودول اسمهم كوميوليتد داين. كوميوليتد داين بيكون دبل بوند دبل بوند دبل بوند. فبيقول لي ركز الكربونه اللي في النص دي اس بي 2، ليه اس بي 2 يا عم؟ دي باي بوند ودي باي بوند. اي اتوم عندها 2 باي هتكون اس بي اس بي كربون، ولكن دي عندها باي بوند. لو بصينا هنا ده باي بوند وسيجما ودي سيجما ودي سيجما، فدي هتكون اس بي 2 هايبرديزيشن، راجع التهجين من تاني. فبالتالي دي لو كانت اس بي اس بي كانت هتبقى تربل بوند. بالراحه بس عشان نفهم الحته دي، لو كانت كربونه اس بي واس بي مع بعض هتعمل تربل بوند غالبا يعني، ماشي، في حالات طبعا بتبقى فيها مش كده بس دي للتسهيل يعني، فدي تربل بوند. طيب دي بقى دبل بوند، ولكن ما بين اس بي 2 كربون وما بين اس بي 3 اس بي 2 كربون واس بي كربون، تمام؟ فدي هتبقى حاله وسط ما بين التريبل والدبل، هتمثل حاله وسط ما بين التريبل والدبل، ولذلك هتظهر امتصاص في منطقه وسطيه. احنا قلنا الدبل بوند بتمتص في حدود 1650، تمام، والتريبل بوند في حدود 2200. بيقول لي هنا لا، هتمتص اللي هي الدبل بوند بتاعه الالين هتمتص من 2000 ل 1900، يعني من 1900 ل 2000، لان دي بتمثل حاله وسط ما بين التريبل بوند والدبل بوند. على هنا اوريك الموضوع اهو، طبعا عندها بارشال تريبل بوند كاركتر، تمام. ادي الالكين لو كان دبل بوند لوحدها خالص هتمتص في 1650، ولو كانت تريبل بوند لوحدها خالص تريبل بوند صريحه هتكون في حدود ال 2150 2200. ده بقى بيمتص في منطقه وسطيه يعني تحت ال 2000، من 1900 ل 2000 في حدود 1970، ده الامتصاص بتاعها المظبوط. ده برضو بياكد لي ان اللي عندي الين، عشان لو شفت اي امتصاص لحاجه زي دي تبقى انت عارف او سمعت على الاقل في مركبات اسمها الالينز اللي هي نوع من الكوميوليتد داين، تمام. تعال اوريك شيت لواحد من الالينز، طبعا المركب ده فيه بس، ركز بقى معايا، خلي بالك الكربونه دي مش هتوصل عليها اي حاجه، مفيش هيدروجن، لان هي ما عندهاش اي فرصه انها تمسك في حاجه ثانيه، دي بس التيرمينال ماسكه في هيدروجن. في الاس بي 2 هتبقى فين؟ قلنا عليها جاست ابوف ال 3000، تمام، ودول ميثايل جروب، طبعا دول هيبقوا جاست بيلو ال 3000، بس طبعا كميتهم اكتر وعددهم اكتر فبيكون الامتصاص بتاعهم اكبر. الدبل بوند اللي هي الالين السيستم ده بيمتص تحت ال 2000 مباشره، من 2000 لل 1900 هنا، تمام. ده برضه امتصاص قريب قوي من شكل التريبل بوند، مختلف شويه عن منطقه الدبل بوند، الدبل بوند بيمتص هنا، تمام. وبقيه برضه المركب سواء في بيندنج او الكلام ده كله، وكمان في يعني اكتر من حاجه بيتميز بيها دي الالكانز، تمام. طيب تعال بقى ندخل على الاروماتيك كومباوند. اروماتيك كومباوند اول ما اقول لك اروماتيك بتقول لي بنزين عطري، تمام. طيب تعال نشوف البنزين العطري او الاروماتيك كومباوند عموما بتمتص فين. بيقول لي والله الاروماتيك كومباوند خد بالك ان هنا في حاجتين، في الكربون هيدروجين بوند برضو، وفي عندي السي سي بوند بتاعت الحلقه. حلو قوي، يبقى انا عندي كربون هيدروجين وعندي سي سي بوند، تمام. طيب الكربون هيدروجين بوند ركز معايا، التهجين في كربونات البنزين اس بي 2 شبه مين؟ الله يفتح عليك، شبه الالكين، ولذلك هتمتص برضو شبه الالكين، جاست ابوف ال 3000، فوق ال 3000 مباشره، 3030 تقريبا. طيب هميزها ازاي عن الالكين؟ هميزها ازاي عن الالكين؟ ما انت ازاي انت دلوقتي بتلخبطني، مره تقول لي ما فيش حاجات بتتداخل وانت جايب لي البنزين شبه الالكين بالظبط. ما هقول لك تمام، في الالكين هتشوف خط واحد، هتشوف في الالكين خط واحد، ولكن في البنزين انت عندك اكتر من واحده، انت عندك ستة او خمسة على حسب لو هو في حاجة فيها سبستيتيوشن، فبتشوف ميني شارب باند فوق ال 3000 على طول، يعني هي مش شبه الالكاين ان هي عند ال 3300 وخط واحد، لا دي هي خطوط كتيرة ولكن فوق ال 3000 او في حدود ال 3000 بالظبط، يعني واقفة على خط ال 3000 فما فوق، تمام. دي تمام. الحاجة التانية ده برضو فيه دبل بوند شبه الالكين، تمام،
بس بيظهر امتصاص فين؟ الالكين كان 1600 ل 1620، بيقول لي يعني من 1680 ل 1620، هنا لا، من 1450 ل 1600، وبرضه خطوط كتير. طيب ايه التفسير بتاع الخطوط الكتير؟ قلنا ان في روابط كتيره، ماشي، نقول ان هي تمشي دلوقتي. ايه التفسير بتاعها؟ ان الامتصاص بتاعها ما ظهرش امتصاص عالي زي الالكين العادي. ايه السبب ان الامتصاص؟ بيقول لي البنزين العطري مش موجود في المنظر ده. لو جينا نرسم ككلي ستراكشر بنقول ان البنزين ما بيترسمش بالشكل ده، في منه فورمه ثانيه او شكل ثاني. البنزين الالكترونات دي لوكالايزد، الالكترونات مش ثابته، تمام؟ بمعنى اعذروني بس على الرسمه دي، يعني بيبقى الالكترونات بتلف، دي سنجل ودي دبل، في اجزاء من الثانيه دي بتبقى دبل ودي بترجع تبقى سنجل، فبالتالي في تبادل، وده بيخلي ان البوند اوردر كام؟ 1.5، الرابطه ما بين الثنائيه والاحاديه، تمام؟ وده اللي هيخلي الامتصاص بتاعها اعلى من السي سي سنجل واقل من السي دبل بوند سي، تمام؟ يبقى ده اللي بيفسر لي الامتصاص المنخفض. وبرده قلنا البنزين بيتميز بايه؟ برضه بيمتص ميني باند، منطقه ال 1600 دي واضحه قوي في البنزين. تعالى نشوف حاجه ثانيه، قلت لك في الاول ان انا ممكن اخد من الاي ار ستراكشرال انفورميشن. هو انا كل ما اجي اعمل اي ار هعمل البنزين العطري بس؟ بيقول لي لا، ده البنزين العطري ده اسهل حاجه وسهل جدا، احنا بنتكلم على السبستيتوانت او السبستيتيوت. انا لو جيت مثلا هنا بدلت دي بمجموعه بقى مونو سبستيتيوت، او بدلت مجموعه هنا بقى داي سبستيتيوت، بس ايه؟ داي سبستيتيوت بس اورثو، او كانت المجموعه هنا بقى ميتا، او كانت المجموعه في البارابوزيشن. هل هقدر من الاي ار اعرف زي ما عرفت الالكين سيس وترانس، اقدر اعرف مكان السبستيتوت او مونو سبستيتوت او داي سبستيتوت؟ بيقول لي بالظبط، في المنطقه اللي تحت ال1000 هتقدر تميز باترن معين يميز لك. انا عامل لك جدول سهل جدا ان شاء الله هيبقى سهل عليك. بيعمل حلقه البنزين بتعمل حاجه اسمها او او بي، اوت اوف بلين بيندنج، تمام؟ وده بيوضح لي السبستيتيوشن باترن بتاع حلقه البنزين. فبيقول لي بص السبستيتيوشن باترن والويف نمبر كمان اللي هتمتص عنده. بيقول لي لو حلقه البنزين مونو سبستيتيوتد يعني عليها مجموعه واحده والباقي خمس هيدروجينات جنب بعض، فبيقول لي بيظهر لي امتصاص في المنطقه اللي تحت ال1000، بيظهر 2 باند تحت الويف نمبر اللي هو تحت ال1000 سنتيمتر ماينس 1، بيظهر لي 2 باند، تمام؟ الباند الاولانيه بتبقى في حدود من 690 ل 710، والباند اللي بعدها من 730 ل 770، دول التو باند، ده لو كان مونو سبستيتيوتد. طيب لو كان اورثو سبستيتيوتد، بيقول لي لو اورثو سبستيتيوتد هيظهر 1 باند. 1 باند فين؟ من 735 ل 770. يبقى انا لو لقيت دي هتقول لي طب ما هتبقى كونفيوزد مع دي، اقول لك لا، عد الباند ده، في باند واحده الاورثو بيظهر 1 باند، ابزوربشن باند تحت ال 1000 بيكون من 735 ل 770. طيب لو كان ميتا، بيقول لي الميتا في 3 هيدروجين مع بعض، الميتا سبستيتيوت بنزين، ارسمه قدامك هتشوف ان الميتا سبستيتيوت بنزين في 3 هيدروجين مع بعض وفي هيدروجين لوحدها. اهو لو رسمناه هنا، تمام، بيبقى عندي ادي الميتا سبستيتيوتد، ادي جي ماشي، وادي السبستيتيوتنت الثاني جي، ادي جروب السبستيتيوت، وعندي هيدروجين هنا وهنا وهنا، دول 3 وكمان في واحده مفرده، فده كمان الميتا بيظهر 2 باند، واحده بتمثل الثلاثه اللي جنب بعض وواحده بتمثل اللي هي مفرده لوحدها، فبتظهر 2 باند بس عند ترددات اعلى من المونو سبستيتيوتد، تظهر من 750 ل 810، والثانيه من 860 لحد 900، بتبقى عند ترددات عاليه. يبقى انا مش هتوه من دي ودي، دي بتظهر 2 باند بس تحت ال 700، يعني غالبا هتلاقيهم في حدود ال 700، تمام؟ لكن ده بيبقى فوق ال 800، معظمه فوق ال 800، ده الميتا. البارا برضو شبه الاورثو، تمام، بيظهر 1 باند، اهو البارا سبستيتيوتد بيبقى 1 باند عشان برضو في درجه معينه من السيمتري، بس بيظهر لي ليه مش هيبقى كونفيوزد مع ده؟ ده كله تحت ال 700، ده فوق ال 800 ويوصل لحد قريب من ال 900. ده كده عشان اعرف من شكل الشيت عند المنطقه اللي تحت ال 1000 هو البنزين، يبقى انا عرفت ان عندي بنزين، اتاكد من السبستيتيوشن باتر. تعالوا كده نبص شكل البنزين، ده اورثو سبستيتيوتد بنزين، حلو قوي. الاورثو سبستيتيوتد بنزين بيظهر له كام باند؟ 1 باند، لاني عندي 4 هيدروجين، 1 2 3 4،
جنب بعض بيعملوا حاجه اسمها او او بي اوت اوف بلين بيندنج، فده بيخلي الاربعه دول بيظهروا في شكل بيك واحد في المنطقه دي. تمام اهو، تعال نرجع للجدول. القرص بتظهر كام؟ 735 ل 770 اهو، 735 ل 770 يعني في نفس المنطقه، في حدود 750 هنا. طيب ما تنساش بقى الجزء المهم، ان هو هنا الاروماتيك في حاجتين فوق ال 3000 على طول، في الهيدروجينات بتاعت الاروماتيك اهي، وكمان عشان عندي 6 هيدروجين بتوع السي اتش 3 هيظهروا هم كمان تحت ال 3000. طيب ايه اللي ياكد ان دي اروماتيك مش الكين؟ ان انا من ال 1400 لل 1600 هلاقي عدد كبير من البيكات، وده بياكد لي ان دي اروماتيك رينج عندي منطقه ال 1400 ل 1600. طبعا هنا متداخل معاها الديفورميشن بتاع السي اتش 3، بس ده برضو يعني ايه بياكد ان دي اروماتيك رينج. تمام، في الحته دي قلت لك انا معظم المشاكل بتظهر من 1800 ل 2000 دي بيبقى فيها سمشن باند او الاوفرتون او الحاجات دي بتكون سمشن باند لحاجات هنا مثلا لدول مع دول، فتظهر السمشن باند. لو عايز تعرف يعني ايه سمشن باند ارجع لاول محاضره اتكلمنا فيها على الانترودكشن وشرحنا معنى السمشن باند بشكل كامل. تمام، يبقى كده ده البنزين. عشان البنزين فيه كلام كتير تعال ناخد شيء تاني المركب فيه بنزين. تمام، قلت لك انا سيبك من الاو اتش، هي بتظهر في حدود فوق ال 3000 وبرود بيك. تمام، شايف الاروماتيك طبعا بيبقى امتصاصها ضعيف، كمان عشان عندك سي اتش 3 عندك امتصاص تحت خط ال 3000 على طول. تمام، طبعا دي اروماتيك سمشن باند برضو دي اللي بيظهر فيها في الحته دي. تعال بقى نبص لمنطقه مين، من 1400 لل 1600 دي بتاعت الكربونه بتاعت حلقه البنزين اهو، ده عدد كبير من البيكات. طيب ده ايه؟ ميتا سبستيتيوتد. الميتا سبستيتيوتد قلنا بيظهر كام خط؟ تو لاينز، خط بيمثل الثلاثه اهو. تمام، طبعا بيظهر خط عند ترددات قليله بس بنهمله احنا غالبا يعني، وكمان بيظهر خط ثاني بيميز الهيدروجين اللي لوحدها، الهيدروجينه دي اهو ظاهر لها خط هنا، ده برضو بياكد لي. يبقى اتاكدت ان اروماتيك من الهيدروجين اللي هنا، اتاكدت كمان منطقه الاروماتيك اللي هي ال 1400 اكدت لي ان دي اروماتيك رينج فايبريشن، وكمان جيت هنا عرفت من شكل الخطوط اللي في المنطقه دي ان ده ميتا سبستيتيوت. تعالى كده نشوف لو هو مونو سبستيتيوتد بنزين. طيب مونو سبستيتيوتد بنزين قلت لك انا ببص فين وفين؟ عند المنطقه دي وعند الحته دي. تمام، طيب ده في ميثايل جروب اكيد هتظهر هنا اهي، وكمان حصل اوفرلاب دي منطقه الاروماتيك اهي، في حدود عند خط ال 3000 اهو في امتصاص في الحته دي، ده الاروماتيك رينج. طيب 1400 ل 1600 طبعا انا قلت لك ميني باند خطوط كتيره دي بتميز حلقه البنزين. تمام، طبعا ده مونو سبستيتيوتد فبيظهر لي خطين امتصاص. تمام، دول كلهم تحت ال 800 تو باند، برضو ده بياكد لي ان ده مونو سبستيتيوتد، ما فيهوش الحته الزياده اللي كانت هنا اللي كانت فوق ال 800 في مين؟ في الميتا اللي هي الوان هيدروجين، فده بياكد لي ان ده مونو سبستيتيوتد. لو جينا المركب الفينايل استرين من بدري، تعالى بقى نعقد الموضوع شويه. انا عندي دي فينايل استرين، عندي حلقه بنزين وعندي كمان استرينك هيدروجين وعندي تريبل بوند. طيب ده هنا مين؟ السترونج وشارب ونازله لتحت، دي بتاعت الاسترينك هيدروجين اللي هي بتاعت اللي هي السي، وادي الهيدروجين. طيب بالنسبه لدي فوق ال 3000 ما تنساش دي برضو بتاعت الاروماتيك رينج. طيب وانا نازل عند ال 2100 في الخط بتاع مين؟ بتاع الاسيتيلين تريبل بوند. تمام، الاسيتيلينك بوند الرابطه الثلاثيه. طيب كمان من 1400 ل 1600 الخطوط الكتيره دي بتميز مين؟ بتميز حلقه البنزين. كمان عندي المنطقه اللي بتميز لي السبستيتيوشن باترن بتاعتي اللي هو خطين الامتصاص القويين دول. تمام، وده بيميزه كمان عن الميتا المونو سبستيتيوت والميتا، قلنا فيهم خطين بس الميتا بيظهر امتصاص فوق هنا، لكن ده كلهم تحت ال 800 وده ياكد لي ان دي مونو سبستيتيوتد بنزين. كده وصلنا لنهايه المحاضره الثالثه في شرح شيت الاي ار. باذن الله المره الجايه هنشرح اخر محاضره لينا في الاي ار سبكتروسكوبي، هشرح لك الكحولات والامينات والاسترات وكله، وهديك كمان البي دي اف اللي قلت لك عليه اللي فيه التدريبات والحل والشيتات اللي تتدرب عليها، وفي اسئله. اتمنى من الله انكم تكونوا استفدتوا. السلام عليكم.